جريدتكم جريدة اللي الحمد لله جيتوا تتابعوا معنا هاد في الظرف الحالي، أشغال إنجازات ديال المشاريع ديال الهرغورة. مرحبا بكم. عبد الرحيم بن العدول رئيس جامعة الهرغورة. ما هي المنجزات طيلة فترة الرئاسة ديالكم؟ الفترة الرئاسية ديالنا تقريبا هي سنتين. انت تعرف وراه باش تكون شي انجازات اللي في ظرف سنتين تتطلب شويه ديال القرارات، وديك القرارات اللي خصو يصوت عليها المجلس يا مشاريع. تقريبا هاد المشاريع اللي تتبان لكم دابا على طول الطريق الساحليه هي نتيجه هاد السنتين تقريبا باش وصلنا لهاد المشاريع اللي هي تتبان مشاريع ضخمه. ماشي تنهضروا على كاين تطهير السائل، وكاين توسعه ديال الطريق الشاطئيه لشارع مولاي عبد الله، وكاين توسعه ديال شارع محمد السادس. لان هذه راه تتطلب تقريبا هاد المشاريع اللي تنهضر عليها وما غاديش نقولوها بالتفاصيل. كاين يمكن نقول لكم كاين لي باركين سوسول في تمارا الشاطئ اي كازينو، كاين دو باركين سوسول الحمد لله اللي غادي السعه ديالهم تهز تقريبا 354 بلاصه. اذا هذا راه من الانجازات اللي هي كبيره وكبيره. كاين القناه تحت ارضيه اللي غادي تبدا فيها الاشغال في هذا الاسبوع او الاسبوع القادم لتونيل. راه مشروع ماشي مشروع سهل، وغيكونوا فيه حتى هما لي باركين سو سول. كاين التوسعه اللي تنهضروا عليها مرفوقه بالاناره العموميه، مرفوقه بالشونجمون ديال القناه ديال لو بوطابل. كاين لي سباس فير، كاين ممرات الراجلين. كاين مشاريع اللي هي مهمه تتعرفها دابا الجامعه ديال الهروره، مشاريع ضخمه الحمد لله حنا توصلنا لها. وانجاز راه هو دابا قائم المشاريع راه في اطار في طور الانجاز. يمكن غادي نكونوا سالينا ان شاء الله في شهر 6 هاد المشاريع كلها، ومازال لنا مشاريع اخرى هي قادمه. كان عندنا ديزاكسي اللي هما يخرجوا لطريق الفلاح اللي جات بجانب طريق السيار، حتى هما غادي نقوموا بالانجاز ديالهم. كاين عندنا توسيع القناطر اللي تربطونا ما بين جامعة الهرغورة وجامعة عين عتيق وجامعة تمارا. كاين تقريبا على مستوى الربط ما بيننا وبين جامعة تمارا كاين شي ثلاثة القناطر اللي هما توسعوا دابا غاديين تيتوسعوا. كملنا الشارع ديال غرناطة فزنا به، ودابا راه حنا في الشارع ديال محمد السادس حتى هو تنجزوه، ومازال لنا جوج القناطر أخرى إن شاء الله غيتوسعوا في هذه الظرفية إن شاء الله. شنو هما الصعوبات اللي كتواجهوها في اداره المجلس البلدي؟ الصعوبات لابد كاينه في الحياه ماشي في الاداره. اذا الصعوبات باش توحد الاراء ديال المجلس باش نمشيو في راي واحد، هذه هي الصعوبات اللي تتكون في الاداره. كاينه الصعوبات الاداريه بوحديتها اللي تلقاو دائما بعض الحويجات اللي هما تيجوا اداريا تتلقى فيهم بعض الصعوبات، ولكن تنحاولوا نحلهم بالطرق ديالنا في اطار قانوني وما تنخرجوش على القانون دائما. والحمد لله ما لحد الساعه شي صعوبات اللي هي كبيره ما لقيناهاش. كيف واكبت الجماعه التدابير الوقائيه في ظل جائحه كورونا؟ الحمد لله الجماعه ديال الهروره ربما عرفت واحد في الفترة ديال الوباء كنا السباقين، ورا الصحافة تبعت معنا. كنا من السباقين في مواكبة هذا الوباء اللي هو جانا على غفلة، والله يبعدوا منا في هذا النهار تنطلبوا يبعد منا. درنا جميع الإجراءات، عقمنا الأزقة، عقمنا حتى المنازل وفين كانوا عندنا الحالات ديال الوباء، وبقينا متبعين لحد الساعة وحنا باقيين متبعين هاد المسائل. وعندنا ليكيب ديالنا اللي هي تبعت ما خليناش شي حاجه الوباء، والصحافه راه كانت تبعت معنا، والاعلام والقنوات التلفزيونيه عطاتونا وشافوا داك الشيء، لدرجه اننا تخدمنا تا الدرون بعض المسائل.
الانطلاقة اللي اعطى صاحب الجلالة للتلقيح في ظل كورونا، ما هي التدابير التي قامت بها الجماعة؟ نعم، احنا في هذا الاطار واكبنا وهذه المسألة، عندنا جوج ديال الاماكن، جوج ديال المستوصفات اللي هما دابا هيئناهم في ظروف جيدة والتلقيح راه خدام فيهم، مستوصف اللي هو ابن خلدون ومستوصف اللي هو نجا على الشاطئ، وكان عندنا حتى دار الشباب اللي هي تنلقحوا فيها تتلقحوا فيها الناس. اذا غدا الامور من في احسن حال الحمد لله، غادي ما خاصه حتى شي حاجه، جميع الاجراءات دارت في هذا المجال. رايكم في القرار الامريكي في سياده المغرب على صحرائها؟ هو قرار رائع، قرار رائع وفرحنا به الحمد لله، وهذا كنا تنتمنى يكون، تنتمنوا يجيو قرارات اخرين الاتحاد الاوروبي ان شاء الله. هذا القرار اللي هو سد البيبان ديال الاعداء ديال الوطن ديالنا، دونك حنا كنا فرحانين به بزاف، فرحانين وشي حاجه اللي ما كناش تنتخيلوها والحمد لله تحققت دابا. شي كلمه اخيره؟ شكرا لقناتكم، شكرا لمشاهديكم، شكرا على تتبعكم لنا، ومرحبا بكم. شكرا جولة أخرى. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.